هنروح لزميلنا فاروق صلاح ومعاه اصغر محلل اهلاوي، هنشوف رؤيته التحليليه هل هتتفق مع نجومنا الكبار ولا عنده راي مختلف. اتفضل يا فاروق. من جديد ده بجدد التحيه بيك يا كابتن ايمن وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. من هنا من داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر وعقب فوز النادي الاهلي على فريق الدحيل وصعود النادي الاهلي لمباراه الدور نصف النهائي، معانا اصغر محلل واصغر عضو من اعضاء النادي الاهلي مدينه نصر واصغر محلل طفل، انا عايز مش عايز اقول الطفل، انا عايز اقول شاب، يوسف احمد مشهور. يوسف انا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وفي البدايه انا عايز اسالك عندك كم سنه؟ انا عندي 10 سنين. يوسف كتير بيقول لي يوسف هنا واحد من المحللين الكبار في النادي في مدينه نصر في النادي الاهلي. نتكلم في المباراه بقى، قول لي شفت اللقاء ازاي؟ بداية مساء الخير عليك يا كابتن ومساء الخير على كل مشاهدين قناة النادي الأهلي. في بداية المباراة أول دقيقتين بالظبط نادي الدحيل القطري كان داخل بضغط على النادي الأهلي، بعد كده النادي الأهلي بدأ يتأقلم في المباراة وبدأ يعمل أكتر من هجمة، خاصة في دقيقة 30 جه هدف الكابتن حسين الشحات، بعديها بسبع دقائق بالظبط جه ويلتر بوليا وسجل هدف، لكن للأسف اتحسب أوفسايد عن طريق يا دوبك سنتيمترات ما بينه وما بين الاوفسايد. الشوط الثاني بدا نادي الدحيل القطري مستحوذ وضاغط على النادي الاهلي بشكل كبير، وكان مجريات الشوط الثاني كلها بالنسبه يعني للنادي الدحيل القطري، بس كان عنصر الاجهاد البدني على لعيب النادي الاهلي كان مؤثر عليهم جامد جدا. ايه اللي انت من وجهه نظرك يا يوسف شفته رجح كفه النادي الاهلي في شوط اللقاء الاول وقدر ان هو يحرز هدف؟ ضغط اللاعبين والتركيز في الماتش واللعب بالروح الفانيلا الحمراء. المباراه اللي جايه مباراه صعبه امام بايرن ميونخ الالماني، عايزين نتكلم على المباراه، قول لي شايف اللقاء ازاي، ولو هنتكلم على فريق بايرن ميونخ بقى نتكلم ونقول ايه، قول لي الاول شايف اللقاء ازاي. اولا الماتش هيبقى صعب جدا 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 على النادي الاهلي، ثانيا برضه هيبقى صعب على بايرن ميونخ بعد ما فاز الاهلي على الدحيل القطري، ومن وجهه نظري اني شايف كل لعيبه بايرن ميونخ مقدره النادي الاهلي كويس جدا. بايرن ميونخ عنده عناصر قويه جدا في الهجوم وفي الدفاع وفي حراسه المرمى كابتن مانويل نوير. في الهجوم عندهم قوه ضاربه روبرت ليفاندوسكي افضل لاعب في العالم لسنه 2020، وطبعا ده كان في تكريم الجلوب سكور للنادي الاهلي لما تكريم النادي الاهلي كافضل فريق في الشرق الاوسط واكثر فريق يسجل بطولات في العالم كله ب 139 بطوله. طبعا الماتش صعب وعندهم اكثر من عنصر دفاع قوي مثل ديفيد ألابا وكومان، وعندهم اكثر من عنصر دفاع قوي. في الهجوم عندهم قوه قويه جدا واللي هي روبرت ليفاندوفسكي، وطبعا هيبقى الماتش صعب جدا على النادي الاهلي. وفي الحراسه طبعا يعني من اهم الناس مانويل نوير. لو انت هتدي نصيحه لعيبه النادي الاهلي، وانا عايز اختم معاك بقى يوسف، قول لي لو هتدي نصيحه لعيبه النادي الاهلي تقول لهم ايه قبل المباراه وناخد بالنا من ايه؟ طبعا لازم النادي الاهلي يركز جدا في الدفاعات، يقفل على بايرن ميونخ يا ريت بكل الامكانيات اللي يقدر عليها النادي الاهلي. طبعا المباراه هتبقى صعبه، وانا احب اشكر كابتن الخطيب على الروح المعنويه القويه اللي ادها لعيبه النادي الاهلي كلها، واشكر كل رؤساء مجلس الاداره في النادي الاهلي. بشكرك يا يوسف وبالتوفيق ان شاء الله النادي الاهلي. كابتن ايمن ده كان لقائنا مع يعني مش عايز اقول اصغر محلل، بس هو ما شاء الله يوسف احمد مشهور احد اعضاء النادي الاهلي واصغر اعضاء النادي الاهلي بمدينه نصر، ونقول ان شاء الله يعني اتكلم في نقاط فنيه خاصه باللقاء الاهلي وبايرن ميونخ الالماني، ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه، ويا رب باذن الله نوصل للمباراه النهائيه، وباذن الله يعني مش بعيد ان شاء الله النادي الاهلي هيكون بطل العالم بمشيئه الله. من جديد تعود الكلمه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام.